من النقاط استاذ عبد الرحمن اللي تحدث عنها او سئل عنها الامير واجاب قضيه الموقوفات السعوديه، وكانت الاجابه واضحه ان الايقاف لم يكن لقضايا سياسيه ولا حقوقيه وانما لجرائم تمس الوطن، وتحدث عن عداله السعوديه في هذا الموضوع. تعليقك. اولا تسليط الضوء المبالغ فيه على بعض القضايا الهدف منه هو حجب الاصلاحات اللي تحدث، يعني في اصلاحات ضخمه يعني لا يمكنها الا جاحد اخر 3 سنوات، يعني ابسطها انا اي واحد كان يطلع على الصحف الغربيه يذكر انه اي مقال عن المملكه قبل 4 سنوات يبدا بالسطر الاول الدوله التي لا تقود فيها المراه السياره. حصل كثير من الاصلاحات، الامير محمد نفسه يقول انه ما زال الطريق طويل وما زال هناك اصلاحات، وجزء من هذه الاصلاحات يمس المنظومه القضائيه. اراد الامير محمد ارسال رساله واضحه انه هناك دوله قانون، هناك نائب عام هو المسؤول في هذه القضايا، تأكيد على أنه لا مسؤول فوق القانون. أكد الأمير محمد أنه حتى لو لم يكن هناك قوانين مقبولة منه شخصيا فأنه أما أنها معمول بها فلا بد أن نقبل بها حتى يتم إصلاحها. هناك طبعا لبس كان يحصل من بداية هذه القضية أنه كيف شخص يطلب بقيادة المرأة وبالتالي يسمح بقيادة المرأة ثم يسجن، هذا ربط غير منطقي، وأعتقد أنه الهدف منه هو التضليل على ربما تهم أخرى تكون موجودة لكن ربما سيطلعنا عليها. خاصة أن الواقع يقول أنه كثيرات من اللي طالبوا بالقيادة ما سجنوا أصلا، يعني هو الربط بين الموضوع. عندنا مقالات طلبنا بالقيادة وما يعني ما صرنا شيء. بالضبط صحيح. طيب